بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي كومبخوندر. طبعا لازلنا مع هذا الصوت، صوت أن الذي كما قلنا يكتب A-I-N. طبعا رأينا واحد مجموعة من الكلمات المتضمنة لهذا الصوت في آخرها، طبعا وكما قلنا بأن بالموازاة مع هذا هناك كلمات أخرى تنتهي فقط بإي آن. إذن سنستأنف مع هذه الفقرة كما عندنا هنا، سنستأنف مع قصة لومونديون كما رأينا من قبل. عندنا هنا لومونديون في آخر القصة كما رأينا تليغا بلوطار لا سويت دو لستوار، أنت ستقرأ plus tard فيما بعد، la suite de l'histoire، la suite de l'histoire تتمة القصة. إذن هنا عندنا suite de l'histoire تتمة القصة. Le mendiant entre dans la maison. إذن لو مونديون أونتر دون لا ميزون، المتسول دخل كما نقول في المنزل، دخل للمنزل. طبعا لأن البنت قالت له أونتخي ادخلوا، بوي لابيل سا مامون، ثم هي تنادي أمها. إذن قالت له أونتخي ادخل، puis elle appelle sa maman، ثم هي تنادي أمها. إذن أدخلته ونادت على أمها، بمعنى آخر le mendiant entre dans la maison. الشحات دخل إلى المنزل. il a froid، هو عنده برد. il a faim، هو عنده جوع. إلى صواف، هو عنده عطش. إذن كان يعاني من البرد، ويعاني من الجوع، ويعاني من العطش. إلى فخوا، إلى فان، إلى صواف، إلى صواف، إلى صواف، إلى صواف، إلى فان، إلى فان، إلى فان، إلى فخوا، إلى فخوا. ثم مامون لو كوندوي على كويزين، مامون لو كوندوي على كويزين. طبعا عندنا هنا لو فيرب كوندوير، راينا هذا الفعل فيما سبق، يعني فعل ساق او قاد. جو كوندوي اون فواتور، انا اسوق سياره. جو كوندوي تري فيت، انا اسوق بسرعه. اذا مامون لو كوندوي، أمي تقود على كويزين إلى المطبخ، إلى المطبخ. مامون لو كوندوي على كويزين، أمي تقود إلى المطبخ. المقصود هنا مامون كوندوي لو مونديون على كويزين. إذن هاد لو مونديون عوضنا بهدله، مامون كوندوي لو مونديون على كويزين. إذن أمي تقود الشحات إلى المطبخ. إذا طبعا هاد لو مونديون عوضنا بهدله، مامون لو كوندوي على كويزين. طبعا في المؤنث نقول مامون لا كوندوي على كويزين، أمي قادتها إلى المطبخ. إل لوي دون أبواغ. هي أعطته. إل لوي دون. هي أعطته أبواغ ليشرب. طبعا عندنا هنا لو فيرب بواغ، فعل شرب. إذن إل لوي دون أبواغ. هي تعطيه ليشرب.
المقصود أنها أعطته ليشرب. Il mange du pain. هو يأكل خبزا. Il mange du pain. Il mange du pain. إذن هو يأكل خبزا. De la viande. De la viande. لحما. كما نقول هنا من اللحم. إذن هو يأكل لحما. Du fromage. يأكل جبنا من الجبن. إذن كما قلنا maman le conduit à la cuisine. Elle lui donne à boire. Il mange du pain, de la viande, du fromage. إذا الأم تقوده للمطبخ ثم هي تعطيه ليشرب. هو يأكل خبزا لحما جبنا. إذا نعيد. Le mendiant entre dans la maison. Le mendiant entre dans la maison. Il a froid, il a faim, il a soif. Maman le conduit à la cuisine. Maman le conduit à la cuisine. Il lui donne à boire. Il mange du pain, de la viande, du fromage. Thomas, Mina appelle le chien. Mina appelle le chien. Mina appelle le chien. Viens, viens. Idem, Mina tunadi al kelb. Mina tunadi al kelb. Viens, 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 viens. Ta'ala, ta'ala. Tiens, khud. Voilà un sucre pour toi. Voilà un sucre pour toi. Voilà un sucre pour toi. Ha huwa sukkar min ajlika. Ha huwa sukkarun min ajlika. Min ajlika. Min ajlika. Laka anta. Voilà un sucre pour toi. Voilà un sucre pour toi. Mina tunadi ala kalb ash-shahat. Idan Mina tunadi ala kalb ash-shahat. تقول له ها هو السكر خاص بك. إذن مينا أبل لو شيان فيان فيان تيان خد. فوالا أن سكر بور توا. فوالا أن سكر بور توا. بابا أوفر أون سيجاريت أو مونديون. بابا أوفر أون سيجاريت. بابا أوفر أون سيجاريت أو مونديون. بابا أوفر أون سيجاريت أو مونديون. بابا أوفر الأب يمنح. بابا أوفر. الأب يمنح. طبعا عندنا هنا لو فيرب أوفخيغ. لو فيرب أوفخيغ فعل منح وممكن يعني أيضا عرض. 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 أحيانا نتكلم عن لوفخ إي لا دوموند. لوفخ إي لا دوموند يعني العرض والطلب. العرض والطلب. شنو هو العرض والطلب؟ تنتكلم على واحد المنتوج. تنتكلم على واحد المنتوج انه تيتعرض في السوق. ان دوك البياعة تيعرضوه في السوق. تيجيبوا هذاك المنتوج للسوق والناس اللي غيشريوه تيكون عندهم لا دوموند. تيكون عندهم طلب. اذا هما اللي تيطلبوا هذاك المنتوج. وغنشوفوا واش غيطلبوه ولا لا. الا طلبوه بكثرة داك المنتوج تيطلع السعر ديالو. ولكن الى عرضنا هذا المنتوج في السوق وحطيناه في السوق الناس الى ما شراوش وما طلبوهش بزاف السعر ديالو تيهبط. اذا تنتكلموا على هذاك المنتوج بانه تيخضع للعرض والطلب. العرض والطلب. العرض التجار تيعرضوه انهم تيوجهوه تيعرضوه وتيحطوه قدام الناس بغرض يبيعوه. الناس غادي تجي وتشوف هذاك المنتوج واش هو مزيان الى غير ذلك. وغيكون عندهم ما يسمى بلا دوموند. بي لا دوموند الطلب. وغيكون هذاك المنتوج تيخضع العرض والطلب. اذا نتكلم هنا عن لوفر. لوفر اي لا دوموند. اذا نتكلم هنا على لو فيرب اوفخيغ. لكن لو فيرب اوفخيغ هنا عدو هاد المعنى ديال مناحة. 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 بابا أوفخ. بابا أوفخ إن سيجاريت. إذا الأب يمنح سيجارة أو مونديون إلى الشحات إلى المتسول. إذا بمعنى آخر. بمعنى آخر أن الأب أعطى سيجارة للمتسول. بابا أوفخ une cigarette au mondial.
لو مونديون اي كونتون، الشحات هو فرح. في المؤنث نقول كونتونت، نضيف او فتنطق هاد الطي. او تتكون ديال التأنيت، او خاصة بالتأنيت، نضيف او الخاصة بالتأنيت فتنطق الطي، تنطق في هاد الحالة هاد الطي. لو مونديون اي كونتون، المتسول فرح، انه فرحان. إيل دي ميرسي، إيل دي ميرسي، إذن هو يقول شكرا. بوي إل سون فا، ثم هو يذهب في حاله، ثم يذهب في حاله. بوي إل سون فا، بوي إل سون فا. ثم عندنا هنا تيليغا دوما إن أوتر إستواغ، أنت ستقرأ. تيليغا، تيليغا. إذن هنا عندنا لو فيتور سامبل، كما قلنا هنا دوما تي مينغا، انت ستأخذ، تنتكلم على الغد. اذا هنا عندنا تي ليغا، انت ستقرا. تي ليغا، انت ستقرا. طبعا عندنا هنا لو فيرب ليغ او فيتور سامبل. تي ليغا دوما، انت ستقرا غدا. دوما كما راينا اون اوتر هيستواغ، إذن قصة أخرى. إذن غدا، المقصود هنا في الفقرة القادمة ستقرأ قصة أخرى. إذن نعيد لو مونديون، سويت دو ليستواغ، تتمة القصة. لو مونديون أونتخ دون لا ميزون، إلى فخوا، إلى فان، إلى سواف. مامو لو كوندوي ألا كويزين، مامو لو كوندوي ألا كويزين، إي لوي دون أبواغ. Il mange du pain, de la viande, du fromage. Mina appelle le chien. Mina appelle le chien. Viens, viens. Voilà un sucre pour toi. Papa offre une cigarette au mendiant. Papa offre une cigarette au mendiant. Le mendiant est content. Il dit merci. Puis il s'en va. Puis il s'en va. Tu liras demain une autre histoire. Tomahindana, jeu de lecture. Je de lecture silencieuse. Tout maintenant que l'aide. Je de lecture silencieuse. Répondre aux questions. Et dans le matelot, l'ijabahan, l'esila. Répondre. Fait l'ijabana. Et dans le maqsoudouna, l'ijaba. Aux questions, ani l'esila. On a six questions. Et dans l'indana, six têtes esila. Auquel on doit répondre. التي علينا أن نجيب عنها. La première question, combien de mains as-tu? La première question, combien de mains as-tu? Combien de mains as-tu? Chaque personne a combien de mains? إذن كل شخص عنده كم من يد؟ إذن combien de mains as-tu? ممكن أننا نقول j'ai deux mains. J'ai deux mains. أنا عندي يدين. أو أنني أقول، طبعا مادام أن كلمة لما ذكرت في السؤال، إذا ممكن أنني أجيب أيضا جون اي دو، جون اي دو. أنا عندي منها اثنان، أنا عندي منها اثنان، جون اي دو. نو برونو لا دوزيام كيستيون، نأخذ السؤال الثاني. أتو ديجا بخي لو تخان؟ أتو ديجا بخي لو تخان؟ هل أنت من قبل أخذت القطار؟ هل أنت من قبل أخذت القطار؟ أتي ديجا بخي لو تخان؟ إذا ممكن نقول وي جي ديجا بخي لو تخان. وي جي ديجا بخي لو تخان. أو نقول فقط وي جو لي ديجا بخي. جو لي، جو لي ديجا بخي، جو لي ديجا بخي. نعم أنا أخذته من قبل. أو أنني أقول نو جو نو لي جامي بخي، أنا لم أخذه من قبل. جو نو لي جامي بخي، أنا لم أخذه من قبل قط. أنا لم أخذه من قبل قط. جو نو لي جامي بخي، أنا لم أخذه من قبل قط. أنا ما عمري خديته. جو نو لي جامي بخي. أو نقول
Je n'ai jamais pris le train. Non, je n'ai jamais pris le train. أنا لم أخذ قط من قبل القطار. Pour la troisième question, as-tu faim? As-tu soif? As-tu faim? As-tu soif? As-tu faim? إذا ممكن نقول oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. نعم أنا عندي جوع. Oui, j'ai faim. إذا تسأل شخصا تقول له as-tu faim? As-tu faim? هل عندك جوع؟ هل أنت جوعان؟ Oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. Je veux manger. Oui, j'ai faim. Je veux manger. نعم أنا جوعان. نعم أنا عندي جوع. أنا أريد آكل. ثم تقول لشخص As-tu soif? هل عندك عطش؟ As-tu soif? Oui, j'ai soif. Je veux boire. Je veux boire. Je veux boire. Oui, j'ai soif. Je veux boire. نعم أنا عندي عطش. أريد أشرب. أو نقول Non, je n'ai pas faim. Non, je n'ai pas faim. أنا ليس عندي جوع. لا, أنا ليس عندي جوع. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'ai pas soif. Là, أنا ليس عندي عطش. Pour la quatrième question, as-tu les mains propres? As-tu les mains propres? هل عندك اليدين نظيفتين؟ المقصود واش يديك نظيفة؟ واش يديك نظيفة؟ واش يديك مغسولة؟ As-tu les mains propres? As-tu les mains propres? Oui, j'ai les mains propres. إذا نعم أنا عندي اليدين نظيفتين. أو نقول Non, je n'ai pas les mains propres. Non, mes mains ne sont pas propres. Non, mes mains ne sont pas propres. Là, يدي ليست نظيفتين. Non, mes mains, يدي ne sont pas propres. Ne sont pas propres. Ne sont pas propres. ليست نظيفتين. السؤال الخامس. Pour la cinquième question, as-tu peur des chevaux? As-tu peur des chevaux? هل أنت تخاف؟ هل أنت عندك خوف؟ من الأحصنة؟ هل أنت عندك خوف من الأحصنة؟ إذا ممكن تقول Non, je n'ai pas peur des chevaux. 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 لا ليس عندي خوف من الأحصنة. أو أنك تقول أو بيان تي بو دير Oui, j'ai peur des chevaux. 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 نعم أنا عندي خوف من الأحصنة. Oui, j'ai peur des chevaux. Pour la dernière question, iras-tu à l'école demain? Iras-tu à l'école demain? Iras-tu à l'école demain? هل أنت ستذهب إلى المدرسة غدا؟ Ira. طبعا هذا le verbe aller. Ira. هذا le verbe aller. Au futur simple. Au futur simple. علينا أن نحفظه حتى لا يفاجئنا فلا نعرفه. إذا نتكلم على le verbe aller. Au futur simple, نقول j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, هم سيذهبون. ممكن نقول ils iront à l'école demain. هم سيذهبون إلى المدرسة غدا. طبعا في السؤال تنقلب السوجي مع لو فيرب. تنقلب الفاعل مع الفعل. نقول iras-tu à l'école demain. هل أنت ستذهب إلى المدرسة غدا؟ هل أنت ستذهبين إلى المدرسة غدا؟ إذا ممكن نقول Oui, j'irai à l'école demain. Oui, j'irai à l'école. Oui, j'irai à l'école demain. نعم أنا سأذهب إلى المدرسة غدا. أو نقول Oui, j'irai. J'irai. Oui, j'irai. نعم أنا سأذهب لها. أو نقول Non, je n'irai pas. أو نقول Non, je n'irai pas à l'école. Non, je n'irai pas à l'école. Non, je n'irai pas. Là, لن أذهب لا. إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.